السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف برنامج اسمه بلان وبلان. البرنامج ده بيديك ان انت تعمل تصميم للبيت بشكل حلو. فخلينا نختار مثلا التصميم زي دوت، تمام. ممكن تيجي هنا وتختار حاجة جاهزة، تروح في 2D وتبدأ تختار الشكل اللي انت عايزه، وتعمل بس دراج للشكل، هيبدأ يحط لك الشكل اللي انت اخترته جاهز اهو بالشكل دوت. تقدر انت كده شايف في 2D، تقدر تعدل كل اللي انت عايزه، تمام. كل حاجة انت بتتعلم عليها فيبدأ يجيبها لك، وتقدر تغير المقاس بتاعها زي ما انت عايز، تقدر تعدل فيها بالشكل دوت، تمام. حتى الابواب، الشبابيك، الحوائط، تقدر تعمل تصميم جديد خالص للشكل، تمام. تقدر تشوفه كأن الباب مفتوح او مقفول. تعال نشوف 3D. تقدر تخلي الباب بيفتح يقفل، تقدر تغير مقاس الباب زي ما انت عايز، تقدر تغير كل الأجزاء بتاعته الكالر بتاعتها. كل حاجة بيبقى ليها اللون بتاعها، تقدر تختار اللون اللي انت عايزه. وتقدر ترسم حوايط لو انت حابب، يعني خلينا نيجي هنا في 2D وعايزين نرسم مثلا اي حيطة. هتيجي هنا هتقول له انا عايز ارسم وول مثلا بالشكل دوت، هتبدأ ترسم الحيطة بتاعتك مثلا بالشكل دوت. وبعد كده تيجي هنا هتلاقي مثلا هنا لو انت عايز تاخد غرفة معينة تبدأ تسحبها بالشكل دوت مثلا. تقدر تقول له انا عايز مثلا احط بعض الفرنتشر، فممكن تحط مثلا حاجة خاصة بالليفنج روم زي الصوفة مثلا. جايب لك 115 شكل جاهزين، مجرد تسحب وتحط. وممكن تروح هنا في 3D لو انت حابب تشوف الشكل الحاجة اللي انت تحطها، هل الشكل بتاعها مناسب ولا لأ. ممكن تحط مثلا ترابيزات بحيث تتخيل هيبقى فيه تنسيق وهيبقى الشكل بتاعها حلو ولا لأ، تمام. تقدر كل حاجة تحطها تحدد الشكل بتاعها والروتيت والشكل وكل حاجة اللي انت عايزها، تمام. ممكن برضه تاخد كرسي كده، تحط كرسي بالشكل دوت والترابيزات، وتعمل سكيل. يعني عندك هنا موف تحرك، عندك روتيت تقدر تلف الشكل، عندك سكيل تقدر تعمل سكيل للحاجة تكبرها وتصغرها زي ما انت عايز بالشكل دوت. طبعا كل غرفة بيبقى فيها الحاجات بتاعتها، في حاجات خاصة باللايتنج مثلا تبدأ تشوف. طبعا هو بدأ يحطها في السقف على طول، تقدر تعمل على نفس الليفت وتعمل لها موف لو انت حابب. كل الإنارات، كل الحاجات اللي انت عايزها، حتى لو في فلور لامب تقدر تاخد أي فلور لامب وتحطه بالشكل دوت. أي أداة عايز تحطها، لو انت عايز كمبيوتر مثلا تبدأ تحط الكمبيوتر بتاعك بالشكل دوت. حاجات ديكوريتيف، حاجات اكستيريور بره زي شجرة مثلا. ممكن لو انت عايز تضيف دور مثلا، طيب خليها في 2D.
عايز احترق الباب طبعا، لازم تشوف. هو ده مش مكان، احنا مش على الفكرة بس بتاعته، بس هو طبعا مش ينفع ان هو يبقى موجود في المكان دوت. ممكن نخلي الباب دوت في باب كده مثلا، تمام. ممكن تعمل ووك كأنك انت بتمشي جوه المكان وتحرك بالأسهم في المكان اللي انت عايزه، بحيث كأن انت موجود في قلب المبنى، وتبدأ تشوف المبنى وتقدر تظبط الإنارة اللي هنا، الحساب بتاعة المبنى وكل حاجة تقدر تحسبها. ممكن تقول له اعمل لي الفي ار، بحيث ان اي حد بالموبايل يلقط يعمل سكان، او هو لو سطب البلانو بلان من جوجل بلاي او من ابل يشتغل معاه بدون مشاكل. فانت كده قدرت تعمل في ار بسهولة جدا. بيقولك في ستاندرد ان انت تعمل 3 صور، وفي حاجة أقوى تكلفك 1 دولار. بيقول لك اشتري الإصدار دوت هيبقى بشكل قوي معاك، تمام ماشي. وتقدر تاخد صور رندر حد بقى الزر اللي انت عايزه. هو البرنامج امكانياته معقولة، ولو انت دفعت فلوس بتاخد امكانيات اعلى، تقدر تحط يعني رندر بشكل اقوى حاجات زي كده. هنا بيديك امكانيات انت مثلا تحط سلم مثلا، مجرد ان انت تسحب وتشتغل بيه هتلاقيه شغال معاك بدون مشاكل. ممكن نقول له وريها لنا في 3D، ممكن تسحب بس السلم كده تحطه، خلاص بقى عندك سلم، وانت بس تظبط الارتفاع بتاعته والمقاس بتاعه زي ما انت عايز. دي هنا طبعا حاجات الشغل بتاعك، الحاجات دي كلها. دي بعض ال الكسر لي أو اكزامبل. ممكن نضيف بعض الأشخاص مثلا عشان تدي حيوية للمكان بالشكل دوت. خلينا نغسلك، حط طفل يبقى أجمل بالحاجات دي كلها.